ليلة جديدة من برنامج ليل وقمر وسهرة رمضانية جديدة من قضية سوا عبر شاشة تلفزيون لبنان. طبعا بدي ادعي كل اللي عم بيتابعونا انهم يتابعونا عبر تويتر @l_ليل وقمر وايضا عبر هاشتاج ليل_وقمر. مثل العادة ضيوفنا دائما منوعين من عدة مجالات ان كانت فنية سياسية او حتى اجتماعية، والليلة ضيوفنا ايضا هن ضيوف مميزين، ندعيكم انكم تتابعونا لاخر الحلقة. ضيفنا الاول لليلة هو شاب جديد، وجه جديد دخل على البرلمان اللبناني وقرر انه يخوض الحياة السياسية. بدنا نرحب بداية بالنائب سامي فتفت. مساء الخير سامي، اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم، تفضل. يعني بالبداية بدنا نقول لك الف مبروك نجاحك بالانتخابات النيابية، وجه جديد من الوجوه الشبابية اللي عم نشوفها بالبرلمان اللبناني. قد ايه في هالتحدي الكبير موجود عندك اليوم بعد نجاحك وانت خليني اقول اصغر نائب اليوم صرت موجود بالبرلمان اللبناني؟ اكيد اكسبيرينس جديده وتحدي كثير كبير كوني كمان اصغر نائب بالندوه البرلمانيه، والناس كثير يعني امالها عاليه ومتكله علينا انه نقدر نعمل شيء بالبرلمان جديد، على القليل نضخ نبض جديد بالعمل السياسي. فان شاء الله نكون على قد المسؤوليه نحن. انا اكيد انه مع كل هالحماس اللي انت حاسس فيه وعلى كل حال كنا متابعينك يعني خلال حملاتك الانتخابيه وخلال خوضك الانتخابات النيابيه، كان مبين هذا الحماس على كل حال موجود عندك. شو اللي جذبك بالبدايه للعمل السياسي؟ يعني اليوم انت شاب، في كثير اليوم إذا بنقعد شوي مع الشباب هالجيل الجديد الكل هدفه أنه يسافر، الكل هدفه أنه يهاجر أو أنه عنده أي شيء إلا السياسة، صار عندهم خوف من السياسة. أنت لا، أنت قررت من تلقاء نفسك بعد ما كنت عايش خارج لبنان أنك تجي وتخوض. أنا أكيد كمان ما فيني أنكر أنه أنا جاي من بيت سياسي. نعم. وبتعرفي اللي جاي من بيت سياسي دائما الحديث السياسي كل وقت موجود بالبيت وبتخلق فيك كلتور سياسية كل وقت تحكوا بالبيت السياسي يعني. نعم. بس أنا كمان يعني كوني بحب الشأن العام، أنا إذا بدك ما بشتغل سياسة، كنت قبل كنت بشتغل شأن عام لحديث ما سماني رئيس الحريري على اللوائح، صرت هون إذا بدك أكثر بالسياسة. نعم. وأكيد بيخلق فيكي حس وطني وقت بتحسي إنه بتقدري فيكي تعملي شيء تغيري شيء بنتيجة البلد اللي اليوم نحن فيها. فالحمد لله يعني خطيت هالخطوة ونجحنا. ثلاث سنين اشتغلت بالرياض وعمان ودبي، صح؟ هيدي تعتبر يعني غربة ولو لفترة قصيرة، ولكن غربة عن لبنان. شو علمتك الغربة وهل الحنين اليوم دفعك أو شفت أمور يمكن مختلفة كنت بتتمنى أنه بلدك يكون مثلها أو أفضل، تقررت أنك فعلا تخوض نحو التغيير؟ أكيد يعني نحن السفر يلي خطه أكيد علمني كثير، وأهم شيء علمنا نتكل على نفسنا. نعم. بكتير أمور اليوم البلاد اللي برا نحن ما فينا ننكر نحن بلدنا بحاجه لكثير امور تتطور بعد كثير، والحمد لله خدنا اكسبيرينس كثير برا وعبالنا كل هالقصص اللي شفناها برا نقدر نطبقها هون. حتى من القوانين اليوم اللي نحن كنواب اهم شيء نحن يعني اذا بدك واجبنا اليوم عمل نيابي هو التشريع. صحيح. وشايفين ببلاد برا شو فيه وشايفين كيف فينا نحسن اكثر من هيك، ونحن الحمد لله تما نقول لسه بحاجه كثير بلا بس بحاجه كثير لنقدر نحسن شوي بالندوه اللبنانيه. على كل حال بما انك ذكرت موضوع التشريع كنت قلت باحدى المقابلات انك رح تكتسب هيدي الخبره خلال وجودك بالبرلمان. على كل حال املنا كثير كبير فيكم، في وجوه كثير كبيره كثير شبابيه جديده، كيف رح تجربوا تنسقوا يمكن مع بعضكم بالرغم من بعض الاختلافات السياسيه ببعض الاماكن؟ هل رح يكون هالعنصر الشبابي هو العامل اللي رح يجمعكم سوا نحو الافضل وتكونوا عبره لغيركم؟ ايه طبعا نحن اليوم كوننا شباب اول شيء نحن ما في هالقد خصومه وعدائيه، مثل ما في عدائيه اصلا بالعمل السياسي، في خصومه بس هالخصومه نحن ما عنا اياها مثل الكبار يلي لهم فتره بيحاربوا بعض على المسرح السياسي اذا بدك بالبلد. نحن كلياتنا فايتين جديد والحمد لله يعني لازم نكون منفتحين على بعضنا دايما، وخاصة إذا كنا ضد بعض بالسياسة لازم نكون منفتحين ونخلق علاقات مع بعض لحديث ما نخاصم بعض شي نهار، لأنه أكيد بالنهاية بدنا نخاصم بعض بس مش بحدية كتير قاسية يعني.
نضل معتمدين على خطاب سياسي معتدل قد ما فينا وقدر المستطاع، لانه بتعرفي اوقات ما فيك تتحكمي بخطابك السياسي. صحيح. بس الحمد لله اليوم نحن بفتره رايقه كثير وما في ضروره للتصعيد، ف ان شاء الله ما نعتز التصعيد ابدا. متابعين معك حلقتنا سامي فتفت، ولكن بدنا نستضيف معنا خلال جلستنا الليله مشاهدينا بينضم لنا المايسترو لبنان بعلبكي. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك لبنان، تفضل. كيف حالك؟ يعني شو حلو الترحيب فيك لما هالاسمين العظيمين مجموعين مع بعضهم، ان كان بعلبك وحتى لبنان بشكل عام. صح. حضرتك مايسترو وايضا بلشت يمكن او خضت هيدي التجربه الموسيقيه او حبك للموسيقى من وقت ما كان عمرك 4 سنين. صح صح. انا بلشت بالموسيقى بطبيعه الحال لانه جاي من عائله فنيه، يعني والدي الله يرحمه كان فنان تشكيلي ودرس أجيال كثيرة بالجامعة اللبنانية، وبس أنا اتجهت للموسيقى. بلشت من صغري، بلشت بدراسة الكمان، بعدين سافرت لأتخصص بقيادة الأوركسترا. ولا مرة جذبتك السياسة مثل ما جذبت سامي؟ اتجاهين مختلفين جدا. تجذبني الصبح أنا عم بشرب قهوة بحضرها فقط، لا عكسنا، الموسيقى بتشدنا أكثر. صح، الموسيقى بترفع عنكم هيك. بجربوا يمكن يبعدوها بعد لوقت. ربيت بالحمرة صح؟ صح. هالنشأة هونيك، علما انه حضرتك يعني ربيت بالحمرة ببيروت، انت الاصل من الجنوب. صحيح. ويعني هيك مثل ما بيقولوا تعددت يعني الاماكن، يعني حقول لك لبنان وعائلة بعلبكة والاصل من الجنوب، والاصل من الجنوب والتربية بالحمرة. والتربية ببيروت، يعني الحمرة هي بيروت القديمة يعني. ربيت بظروف صعبة، كان في حرب بوقتها، يمكن سامي ما كان وقت وكان بعده صغير يمكن بهالظروف. اليوم احنا على كل الأحوال أعمارنا متقاربة شوي، متقاربة صح، ولكن بتحس انه في هيدا الحرب هيك اليوم ما عطيتك اللي كان ممكن او أثرت على مستقبلك مثل ما كان لازم مثلا يكون أفضل؟ لك أثرت، أكيد أثرت على مستقبلي وعلى مستقبل كل الجيل، اللي يعني كل جيل الثمانينات اللي خلقوا بالثمانينات وربيوا أول 10 سنين بحياتهم بآخر 10 سنين من الحرب، أثرت كتير طبعا. لأنه يمكن لو خلقنا بظروف ببلد كان يعني في أول شيء كان المعهد موسيقي مسكر، ساعة يفتح ساعة يسكر، ساعة والمدارس نفس الشيء، والكل يعني كل الطفولة كانت دايما معلقة بين إيه ولا أو إيه ولا أو إيه ولا، ما كان فيها الاستمرارية هيك الثبات إذا بدك بكيف بيربى الواحد أو كيف بينمى. أكيد بتأثر. نعم. بس بنفس الوقت يمكن بتعطي هالتجربة، بتعطي خبرات يمكن اللي عاش حياة هلأ يمكن زمان نشوفها من ناحية إيجابية، اللي عاش حياة كتير بمثلاً بأوروبا رغيدة مرتاح ما بحس. بس أكيد 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 بفضل لو كنت عشت طفولي هذا أكيد بدون طبعاً حرب يعني. سامي أنت يمكن مش من جيل الحرب، ولكن أكيد والدك بخبرك عن هالأيام، بخبرك يمكن عن الظروف الصعبة اللي قطعت. شو تعلمت من هالخبريات خلينا نقول أكثر؟ أهم شيء تعلمناه أنه مين ما كان ما في يحكم لحاله بالبلد، يعني الكل بده يكون قاعد على طاولة واحدة وكل هالأطراف تحكي مع بعضها. كل جرب يفوت على بيروت ويحتل بيروت ما حدا بيقدر يحتل بيروت، البيروت للكل. يعني لبنان للكل. نعم. فبلا ما نقتل بعض، خلينا كلياتنا قاعدين على طاولة واحدة ونعيش على رواق. مثل ما حكينا من شوي قلنا انه تسميتك اجت من دولة الرئيس سعد الحريري، وانت كنت بتقول انك فزت باصوات الضنية ومش بالتوريث، وكثير بتشدد على موضوع التوريث السياسي. خبرنا ليش هالقد عندك حساسيه عنه هلا، انه صار حديث الناس اليوم كل شخص يمكن عنده بيو او حدا بالسياسه بيتهموا بالتوريث السياسي. اول شيء ما فينا ننكر انه التوريث السياسي كترم من منطق، والناس ما بتحب التوريث السياسي، الناس بتحب الكفاءه. بس انا برايي انه من حق كل شخص يخوض تجربته ويخوض انتخابات اللي بده اياها، وبالنهايه الناس بالصندوق حتقرر. إذا الناس بتحس هالشخص منه كفوء ما راح تصوت له. صدقيني أنا أهل الضنية انتخبوني، والأهل الضنية ما تفكري إنه بيصوتوا كيف ما كان. نعم. إذا ما حسوا إنه الشخص بيقدر يعبي المحل مزبوط وبيقدر يكون أدى لهالشغلة ما كانوا عطونا ثقتهم. كمان رح نضيف عنصر نسائي هالمرة لجلستنا، كمان من عالم الفن بنستقبل مشاهدينا معنا الليلة عازفة الكمان حنين. مصار حنين، اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم، تفضلي.
حنين، حضرتك عزفت كمان من عمر 9 سنين. 8 سنين. 8 سنين تقريبا. كمان لبنان بيدق فيولون صح؟ بس انت بلشت على آلة العود بالأول. أكيد، لأنه كان العود موجود بالبيت، بس أنا دراستي كدراسة كتخصص أي كان بالكمان. ليه اخترت حنين هيدا الآلة بالتحديد، أو شو اللي جذبك لإلها بعمر 8 سنين؟ أنا بعائلة كان بيي دايماً يقول أنه في كتير من كل، في حكمة كتير، في مهندسين كتير، بس الفنانين قليل، فكان كتير يشجع هذا الموضوع. أنه الأهل عادة العكس، عادة العكس، فنص العائلة ضد نص العائلة مع. ومن هون بلشت حب الموسيقى، بعدين صرت أسمع أنه الكمانجة قالي كتير صعبة، فكان بالنسبة لي نوع من تحدي أنه بعد 8 سنين ولد أنه يتحدى كرمال أنه إيه بتعمل شيء صعب. صح. بس هي كمان قالة كتير حلوة، وعم نشوف كتير كمان عنصر نسائي هلأ حاليا أكثر عم يتجهوا صوب هيدا الشيء، لأنه صار في شو اليوم من وراء هيدا الموضوع، وهي شيء رائج جدا، مش عم بيكون كتير حلو. عم بتتابع هيك أعمال لبنان؟ يعني شو رأيك بهيدا بهيدا الموجة خلينا نقول الجديدة، واللي هي حلوة، يمكن هذا نوع من فن جديد، عم شوف ألبومز لألهم، عم شوف أكيد أي شيء بيحفز أنه الناس تصير تسمع موسيقى بشكل بالاتجاه الصح، انا اكيد بشجعه. اكيد الحياه اختلفت، صارت الناس يعني بدها تشوف شو دايما، اكيد تغير جو يعني. تبعد شوي عن السياسه بعد الوقت. سامي، ما عندك اي حب للموسيقى؟ بلا. لعزف آلة معينه يمكن، او تسمع شيء معين؟ انا بسمع كل شيء. انجليزي، عربي، كل شيء، شرقي، غربي، كل شيء، اوبرا، ليه بدك اياه؟ اوبرا كمان. كل شيء، عن جد. بدنا نسمع. حيلا موسيقى حلوه. بدنا نسمع. حيلا موسيقى حلوه، حيلا ريتم معين حلو بفوت على الراس، انا ما عندي مشكله بسمعه. هلا انا وصغير جربت اتعلم جيتار بس ما مشي حالي. ما مشي الحال. رح نتابع اكيد حديثنا بالفن، ولكن بدي ارجع معك شوي للموضوع السياسي. كان عندك تعليق على القانون الانتخابي الجديد، وبرايك بتقول انه هذا القانون ظلم يمكن ببعض المحلات، او بتعتبر انه ظلم تيار المستقبل بالتحديد؟ يعني نوعا ما صار في شويه ظلم، ما فينا ننكر انه النسبيه بقانون الانتخاب ضروريه بلبنان. نعم. في كثير اطراف ما بتتمثل الا بالنسبيه، وهي عندها حجم، يعني حرام تلتغى النسبية. بس أنا كنت ضد اللوائح المسكرة. نعم. يعني كنت ضد صوت التفضيلي. أنا بعرف اللبناني بطبعه كلياتنا منحب نشطب، منحط حط الليستات اللي بدنا إياها، منرتاح أكتر هيك. ما فيني حدا يفرض علي ليستا وأسماء معينة. فأنا كنت بتمنى أنه دل النسبية بس مع لوائح مش مكفلة. مش مكفلة. انتخبت لبنان؟ تشاركت بالانتخابات النيابية السنة انتخبت هالنهار الديمقراطي مثل ما كانوا كلهم عم يدعوا الناس أنه تنزل، علما أنه كانت النسبة كتير ضئيلة. للانتخاب انتخبت. يعني برأيك اليوم لازم المواطن ينزل كرمال التغيير؟ أكيد. صح؟ أكيد. كان في بهاي الانتخابات، أنا لأنه لحقت انتخابات من قبل كمان، هذه الانتخابات كان ولو انه ما كان العنصر الديمقراطي متكامل، بس كانت الفرصة افضل بكتير للمواطن انه يعبر بطريقة معينة عن رأيه. فرحت بس حفاظا على حق الديمقراطي بالدرجة الاولى انه. حنين، انا موجود. أكيد. انا اكيد طبعا، اكيد، لانه اللي ما شارك بالعملية الانتخابية شو ما كان، إن شاء الله شو ما كان كتب على الورقة، مش ضروري يكون صوت بالأسماء، اللي ما شارك ما له حق يحكي ولا يعلق عن العملية الديمقراطية نهائيا. نعم. أنا هيك رأيي الشخصي. طبعا نحترم رأيك الشخصي. حنين، اليوم كفنانة كموسيقية، إذا عندك أي هيك بتلاقي أنه في مطالب ممكن كفنانة أنت توجهوها للدولة اللبنانية اليوم بوجود نائب سامي فتفت معنا، ممكن هيك في قصص تقصير بمكان معين ممكن تدعمكم إذا كانت موجودة؟ أكيد. نقابة الفنانين ونقابة الموسيقيين تحديدا، نقابة الموسيقيين احنا بتعنينا فيها كثير، يعني نحن ما في موسيقي عنده حقوق انه بشكل عام. اكيد هون لبنان عنده اراء كمان ايضا بالموضوع، ما بعرف اذا عندك طلبات معينه. ما في، ما في، عن جد ما في، ما في شيء يعني. طلبات كبيره. حرام، يعني النقيب عم يعمل الماكسيموم اللي بيقدر يعمله، بس اخر شيء ما في حقوق للمجمل، يعني ما انت موسيقي يعني انت ما انك مضمون ابدا. وكمان كمناهج و يعني تربويا ما في مناهج ابدا واضحه. نعم. خصوصا بالامور الشرقيه يعني، ف
كل بالموسيقى الشرقية ما في، حتى الغربية بعدها كتير نظام جزويتا يعني، بعده من وقتها كان الفرنسوية يمكن آخر مرة تغير البروغرام الكونسيرفاتوار. لا لا هلا في تحديث ايه، لا في تحديث بنظم الأساتذة لأنه في شغل حسيس دائما على تطوير المناهج بالمعهد، بس اللي يمكن المتطلبات بتروح لمطرح انه بلد مدينه مثل بيروت عاصمه الثقافه وواجهه الثقافه العربيه ما فيها مسرح، صح ما فيها مسرح، لا مسرح ينعزف فيه موسيقى، لا مسرح تنلعب عليه مسرحيه، ما في دار اوبرا، ما ضل بلد عربي ما عمل دار اوبرا ومسرح الا لبنان، وبيروت ما فيها مسرح. صح. يعني هيدا بحز بقلبي بس احكيها عن جد، بحز بقلبي. لا عم يسمعك بشكل عم بيسجلهم. انا ربيت بشارع الحمرة وبتذكر انا لحد ما صار عمري بال15 16 كان في بشارع الحمرة ما لا يقل عن 27 سينما ومسرح. اليوم كلهم مساكنين، كلهم شيء بسيط كثير بعده موجود. وسط بيروت من غير اللائق انه ما يكون مزين بدار اوبرا. كل بلاد العالم بنص المدينة بيكون أول شيء في دار أوبرا ومسرح وطن. صحيح. هذا اللي أنا بطالب فيه إن كان من سامي وكل الجيل الجديد اللي فات على المجلس النواب. سامي بعد شوي رح نكون مع مجموعة أسئلة رح نطرحهم عليك بشكل سريع، عبارة عن تيست بنعمله بخلال حلقتنا، ولكن قبل ما أوصل لهالمرحلة، لبنان أنت ربيت وبعدك لليوم تتذكر الجلسات الثقافية والحوارات العميقة بالفن اللي كانت تدور ببيتكم، هالقد كان الجو فيه فن وهالقد تشربت هذا الموضوع. صح. من صح. أنت وصغير شو هن هالجلسات هيك الذكريات الحلوة اللي بتتذكرها منهم؟ لا متناهي، لأنه والدي الله يرحمه مثل ما قلت لي كان فنان تشكيلي، وغير هيك كان شاعر وكاتب، يعني هو أصدر 4-5 كتب بالشعر وبالمأثورات الشعبية، فكان دائما محاط بأصدقائه الفنانين اللي يجوا، وأيام السهرات تطول كتير ونحن هيك كأولاد نقعد نسمع بحشرية لا متناهية كيف كانوا يحكوا عن المواضيع كلها اللي كانت تنحكى بالبيت، هيك شربناها هيك يعني بعدني لهلا بتذكر اصواتهم والطريقه التفاعل اللي كانوا يحكوا فيه، يمكن صار كتير قليل هالايام تلاقي هيك جلسات رجال تقعد تحكي مع بعض بالتاريخ وبالثقافه وبالشعر وبالكلام وبمعاني بعض الكلمات باللغه العربيه، ويصيروا يتحدوا بعض مين بيعرف اكثر من الثاني بهالقصص. حلو كان، حلو. حنين اليوم كنت حكيت من شوي عن موضوع العازفة والشو اللي بينعمل، هل برأيك عم بيكون في صعوبة لتقبل مجتمعنا العربي لهالنوع من شو؟ تيتقبلوه لا، ما يعني آخر شيء عم بيسمعوا وعم بيقشعوا حيقبلوا الموضوع أكثر من أنه بس يكونوا عم بيسمعوا، فصارت هيك الترند. لا أكيد منه سهل، أنا بالنسبة لي لشخص أني أعيش حياتي عرواء يعني غير ما يكون شخص بيروح على الأوركسترا بيعزف الأوركسترا وبيفل على البيت. دفنتلي كل الخبرية أصعب من أصلا كتأدية، أنا قاعدة بأوركسترا عم بقرأ النوتات قدامي وعلي مسؤولية أقل بكتير من وقت بكون أنا بالواجهة مع هيدا المجموعة. من جهة أكيد لازم يكون عم بقدم برودكت يحترم 100%، وبذات الوقت انه كمان انه هي ما في يكون عم بعمل شو وجامده او ما عم بعرف اتفاعل مع العالم، هذا الموضوع كتير اصعب من واحد بس يقعد على الكرسي. اكيد حابه بدي ادعيك تتوجهي عند الفرقه اللي موجوده معنا الليله، كمان رح نسمع منك شيء بتوفقها لبنان على اللي قالته بموضوع العزف على الاوركسترا، او انه او اهون الواحد يكون من ضمن اوركسترا كبيره، ولا صعب التناغم اللي بده يعمله مع مجموعه الفرقه الكبيره؟ لا بطبيعه الحال شغل الاوركسترات شغل مضني لانه بده تخصص وبده خبره كتير طويله طبعا. وبده درجه يعني غير الخبرة العلم وكل الجو تحضير الريبرتوار، أنا بشوف أنه شوي مختلف الموضوع، يعني عازف الأوركسترا أسبوعياً عنده كل يوم تمارين وحفلات أسبوعية، كل يعني كل فنان عنده الجهد اللي بيعمله، كل فنان مقدر على الجهد اللي بيعمله. أكيد رح نتابع حديثنا معكم طبعا، ولكن رح نستمع لحنين هلا ومن بعدها متوقف لحظات مع بريك علينا.
مشاهدينا حلقتنا الليله بليل وقمر مع ضيوفنا النائب سامي فتفت، المايسترو ايضا لبنان نائب علبكي وعازفه الكمان حنين. بدي ارجع لعندك سعاده النائب، تعودت عليها للكلمه بعد. عندك تطلعات كثيره لمنطقه الضنيه، بالاضافه ايضا لامور كثير حابب انك تنفذها على صعيد الوطن بشكل عام، ولكن قلت وحددت موضوع الزراعه بمنطقه الضنيه وتطوير هذا القطاع. ليه بالتحديد ركزت على موضوع الزراعه بوقت كثير من ما بنسمع فيه او ما بيحكوا فيه وعندهم كثير مطالب المزارعين؟ مزبوط. انا اول شيء لانه الضنيه هي منطقه زراعيه امتياز، وكل الانكم تبع اهل الضنيه بيجي تقريبا من الزراعه. من الزراعه. اليوم في عندنا مشكله نحن بالتصدير لسوريا، لانه بتعرفي بالبر في مشاكل بسوريا والحدود في كثير مشاكل عليها، عم يضطروا التجار اذا بدك يصدروا من المي، والمي اغلى بكثير. نعم. ما عم ياثر على المزارع يلي ما بقى يقدر يعطي التاجر قد قبل، لانه عم نستورد منه كمان. التاجر ما بقى ياخذ منه، لانه عم نستورد بضاعه غاليه. ايه، وحدنا حتى عم نفوت وعم نستورد، عم نهرب. هسه اضرب من انه نستورد. عم نهرب بضاعه من برا، ان كان من سوريا او من مصر. في مشكله كثير كبيره. هلا اوكي بكره بتنحل المشكله بسوريا، بس نحن لازم نلاقي دائما ماركت، ما ماركت واحد نعتمد عليه، لازم نحن كدوله لبنانيه نلاقي عده ماركتس للمزارعين. طب ما في حال صار شيء بسوريا لا سمح الله مره ثانيه يسكر كليا، بس كمان نحن اليوم لازم نضوي للمزارع اهم شيء عن طرق جديده تبع الزراعه، ما يضل الزراعه تقليديه، وهيدي ما بنعملها الا ب اذا بدك اذا دخلنا مهنيه زراعيه على المنطقه او تعليم زراعي جديد، ديفلوبمنت زراعي من نوعا ما. فالحمد لله عم نشتغل على هالمشروع وان شاء الله خير نقدر نوصل له ان شاء الله. بالاضافه للموضوع الزراعي، حكيت عن القطاع الصحي وقلت انه عندنا مستشفى حكومي واحد بالمنطقه، وهذا الشيء غير مقبول يعني بعصرنا اليوم. صح. كيف ممكن نفعل القطاع الصحي ايضا؟ كيف ممكن تشتغل؟ انا برايي بالخاص انه نفعل القطاع الصحي لازم نتشارك بين القطاع الخاص والقطاع العام، مش بس كله نقول الدوله، لا، المتمولين الموجودين من الضنية أو خارج الضنية حطوا إيدهم إيد هالموجودين المعنيين بالمنطقة، وأكيد نبني مستشفى خاص منا بنخلق وظائف ومنا بنعلي النيفو الصحي بالمنطقة. وما بيعود نحن كتير بحاجة لهيك مستشفى عنا بالمنطقة بالذات، وما بس هيك نحن بحاجة نحسن حتى مستشفى الحكومه يلي موجود عندنا. وهالمستشفى يلي بده من الدوله بحدود 2 مليار ليره. يعني هال 2 مليار كثير بتشغل المستشفى بالعالي وبتساعد اهل الضنيه كثير، فبدنا قد ما فينا نحط ايدنا بيد بعض نقدر نساعد هالمنطقه المحرومه ان شاء الله. انت جاهز للتيست لمجموعه الاسئله؟ في تيست يعني بدنا منك اجوبه سريعه، عندك فقط من دون كومنت. لا بعدين نرجع بنحكي اذا تعنا وقت، بس ولكن هلا بدي الاجوبه تكون سريعه. انا معك فقط 8 ثواني انك تجاوب على كل سؤال. اوكي جاهز؟ يلا. السؤال الاول، هل انت مع فصل النيابه عن الوزاره؟ لا. لمين انت مقرب اكثر شيء من النواب؟ من النواب اذا حاج عثمان علم الدين. مين كان بيستحق النجاح وما نجح من المرشحين؟ فادي كرم، بطرس حرب، وئام وهاب. انت مع تخفيض سن الاقتراع لسنه 18؟ طبعا. هل انت مع اعطاء المراه الجنسيه لاولادها بلبنان؟ ايضا اسئله يمكن بعيده شوي عن السياسه، ولكن من وحي الاجواء الفنيه، انت جورج وسوف ام وائل كفوري؟ هذا سؤال صعب، اثنيناتهم بحبهم كثير انا. واحد وقعت حالك. جورج وسوف. اوكي. من وحي المونديال عنا على شاشه ألمانيا. تلفزيون لبنان. هي. الماني؟ ما اتفقنا خلص. وعلى فكره ميرسي لتلفزيون لبنان، هيدي ملحة انا بشكركم عليها. مزبوط، ميرسي انكم عن جد عم تعملوا هالشغله، كثير مهمه انه طبعا تكون أكثر لعبة شعبية يقدر المواطن اللبناني يحضرها من دون ما يدفع ولا ليرة. يعني هيدي لكم وأكيد بجهودكم وجهود رئيس الحكومة طبعا. صح. سويا، وأكيد وزير الإعلام. وزير الإعلام ملحم رياشة أيضا اللي كان عنده يعني من الأول كان مصر على تحقيق هالموضوع. بس بدي أعلق أنا على أول سؤال تبع فصل الوزارة عن صح لأنه بس هيدا لبنان ما عجبه كثير الموضوع. شوف أول شيء دستوريا نحن مش موجودة إنه تفصل الوزارة عن النيابة. أنا مع إنه السلطة التنفيذية تكون تتحاصر من السلطة التشريعية. نعم. أكيد، بس أنا برأيي بالسيستم اللبناني اليوم في كتير وزراء حتى أخصامنا، أنا بأمن أنه في وزراء منهم بيسحقوا يكونوا النواب بيحس بيسحقوا يكونوا وزراء، لأنه برهنوا أنه هن بملفاتهم بيقدروا يشتغلوها بطريقة كتير منيحة. أنا بس هاي الشغلة بأمن فيها، بس بالعكس أنا معك حق وافقك أنه في دايما مين لازم يحاسب، بس كمان في نواب يعني أنا بأخذ لك إكزامبل مثلا جبران بيصير، أنا ما بعتبر في حدا مع انه منه انه هلا اليوم حلفاء، بس حتى من قبل كان جون رئيسي بتقولي عنه زلمه بيشتغل يعني بوزاره الخارجيه. نعم. يعني عده اكزامبلات
بس ليه اخترت جبران باسيل؟ هلا اجى اول شيء على راسي لانه بالفعل زلمه برهن انه قضايا بوزارته يعني يمكن معك حق في كثار نواب حتى وزير نواب بالصحه هلا كمان نعم يعني رائع كمان. صح ومرق كثير نواب كانوا كثير شاطرين كوزراء بس انا برايي يعني اذا بدي بس اعطي راي واحد بالسياسه اليوم مش ضروري يكون يعني النيابة مش حكم انه هي تثبت العمل السياسي للرجل السياسي في يكون رجل سياسي منه نائب ويكون وزير بسبعة ثمان حكومات وكان يعني مرق بتاريخ الحكومات هيك يمكن اذا بذكر سليم الحص رئيس حكومة رئيس الحكومة ما بتذكر اذا كان نائب شي مرة اذا انطرح عليك لبنان مع انك يمكن انك تستلم مثلا وزارة الثقافة حلو ما بقول لا اكيد لانه عندي شغل اعمله يعني بمجالي لانه يمكن اذا بيقولوا لي صح بقول لا بس للامين نحن كتيار مستقبل نحن فاصلين الوزارة عن نائب نعم انا رايي خاص هذا رايك الشخصي ايه لا تيار مستقبل حبيت انه من الاول ماشي بهذا السيستم انه عندك رايك الشخصي بس ملتزم برأي التيار رأي التيار طبعا حنين كنا عم نحكي شوي يمكن وسمعت تحت البريك كنت عم تقولي انك كنت تابعه لاوركسترا صح وشو الفرق يعني الصعوبه حكيتي يمكن شوي بشكل هيك سريع ولكن ما بتفكري او ما بتحسي انه لازم اليوم كمان تضيفي موهبتك لمثلا الاوركسترا اللبنانيه مثلا صراحة بس أخذت شهادة أكيد إجتني الأوبورتيونيتي بس إنه ظروف صعبة يعني إذا بجي أفكر إنه أنا درست 14 سنة شو اختصاصك بالموسيقى درستي؟ إيه أكيد فيولون حتى بالجامعة اللبنانية عاملة اختصاص آخر إلى جانب الموسيقى عاملة ميوزيكال إديوكيشن بالجامعة اللبنانية كمان فكرت إنه مش معقول من بعد هالقد سنين دراسة إجي أقعد بالأوركسترا وعن جد إنه المعاشات جدا متواضعة أنت بتعرف هذا الشيء بالنسبة لحدا دارس هالقد وقت يعني هاي مشكلة كمان مشكلة كتير الفن بشكل عام يعني موضوع بلبنان بلبنان هلا تحسن الوضع عما انا وقتها كان بدي انا بلش فبس كنت عم بقول له شغله انه كان عم بيقول لي انه الاوركسترا كمان فيها كتير صعوبه كل يوم في تحضير اكيد فيها كتير صعوبه فيها كتير تمرين بس ستريس بس واحد يكون لحاله بالواجهه غير ستريس المجموعه هذا اللي كنا عم نتجادل عليه بس هو عم بيقول لي انه لا كمان انه كل حدا بضل الموضوع اكيد فيه بس برجع بقول لك انه واحد يكون بالواجهة بيعصب اكثر ظبطيها كرمال ما يزعلوا زملائك بالمصلحه هي هيك لا مش هي منا لا هي اكيد هيك انه يلي كل جمعه عم بيحضر كونشيرتو او سيمفونية او وات ايفر شو بدك تقولي عنا مثلا هي وقت اللي بتكون عم تدير الحلقه لايف كل يوم لا لا اكيد كل 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 مصلحه لا مزبوط صح مش من زمان كمان خلال برنامج ليل وقمر اختك المطربه سميه بعلبكه ايضا كانت ضيفتنا صح. وانت كنت دائما حاضن صوتها لسميه ودائما انتم ماشيين مع بعض ساندين بعض رفقتها بكثير حفلات كبيره ووقتها كنا عم نحكي نحن وياها عن الطريق الصعب اللي اختارته بالفن اليوم في طريق سهل فينا نوصل له بكثير سهوله وفي طريق صعب كمان انا برايي هاي رايي الشخصي اخذتها منه هلا انا برايي الشخصي ما في سهل وصعب في طريق صح في طريق غلط لانه الموسيقى ما فيها احتمالات صعب وسهل في طريق اللي هو صح لانه بيكون يمكن شوي ابطا من عم بحكي على بالجلوبال يعني بالصعيد الصعيد العام فسمية ما بعتقد انه نقت طريق صعب لانه هي بقت صعبه حالها غنت بالطريق اللي هي عندها قناعه فيه لانه تشبعت بالموسيقى وبالفن من هي صغيرة واختارت هيدا الطريق لأنه عندها قناعة فيه نعم رح نسمع من آخر كونسرت عملتوه سوا أحن إلى حضني إلى حبي أمي إلى خبز أمي ألحن مرسال خليفة كلمات محمود درويش هيدا على فكرة كانت أول حفلة بعملها أنا وسمية كقائد أوركسترا من وقت اللي سافرت من زمان كتير لحد ما رجعت على لبنان وكان أيضا تصوير تلفزيون لبنان صح نسمع سوا أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة
وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخرج من دمعي أمي من دمعي أمي إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا يعني هذا اللي كنا عم نسمعه من شوي سمية بكونسرت كنتوا فيه سوا، ولكن انت ايضا قدت اوركسترا على مسارح عالميه مثل رومانيا، المكسيك، بريطانيا ايضا، وكان بحضور اوقات اكثر من 85 عازف. يعني صح. اليوم مايسترو لبنان بعلبكي ليس فقط مايسترو بلبنان انما ايضا انت سفير للبنان خارج هالبلد وحامل هالرساله الفنيه الموسيقيه. صحيح. اي من اكثر كونسرتس هيك علموا بالنسبه لك او كان عندهم انطباع خاص عندك؟ يمكن من اول الحفلات اللي عملتها كانت ببوخارست، هذه يمكن اول تجربه وقت اول رهبه وقت اللي بتطلع على المسرح قدام الاوركسترا. الخوف كان من الاوركسترا مش من الجمهور. ليه؟ لانه في قدامك قاعد 70 انسان عم يطلع فيك وناطر اي حركه بتعمليها في بده يطبعك لك، يعني انت القائد بالنهايه. ف و ك... ك يعني غير عن شغل الموسيقى، التهيؤ تبع القيادة له مختلف جدا، فأي ارتباك قدام الأوركسترا ممكن خلص يعني تكون فرصتي الأخيرة قدامه. نعم. فكانت يمكن أول تجربة فيها أكثر شيء رهبة، هاي يمكن اللي بتعلق براسي أكثر شيء. بس أكيد تجارب، في كتير تجارب مرقت حلوة، كان بإسطنبول وقت اللي عملت حفلة مؤخرا مع مارسيل خليفة. نعم. كان في مش بس اوركسترا كبيره، كان في كورال، كان كورال شي 120 والاوركسترا 100، يعني كان في قد نص العالم قاعدين على المسرح. على المسرح. ايه. صح. عملنا قطعه شرق للكورال واوركسترا رائعه كانت. بس بقول لك كل تجربه عندها فرادتها، بس دائما يمكن اي انسان اول تجربه له بيكون لها الرهبه الاكثر. نفس الشيء بالسياسه، اول تجربه حاسس بخوف، يعني بالرغم من كل شيء عم بيصير وبالرغم من انه واضح انك جاهز جدا لخوض هيدا المجال، ولكن بتحس بخوف باماكن معينه من بعض الامور. انه الخوف هو خلال المعركه الانتخابيه بتحسي بخوف. صراحه انا كنت اول شيء خايف اسقط، بعدين صرت خايف انجح. اف ايه، لانه بس تشوفي انه صار الموضوع حقيقي وصار انه المسؤوليه كثير كبيره، وفي كثير ناس فعليا معتمده عليك. انه في ناس حياتها معلقه باذا انت بتنجحي او لا، انه بحياتهم معتمدين يكون انت سندهم. صحيح. بتعرفي انت اليوم بالسياسه اللي بيشتغل سياسه بلبنان بده يكون موجود اجتماعيا وسياسيا وخدماتيا وكل الباكج. خدماتيا اولا، خدماتيا اولا، مع انه نحن لازم يكون شغلنا تشريعي ومنعرف هالشيء. نعم. بس نعم. اليوم بما انه اليوم السياسي بيلعب صيله وصل بين الناس وبين الدوله، بده يعبي كل هالمطارح، فهون بتخافي تربحي. بتخافي تربحي انه ان شاء الله اربح وكون على قد المسؤوليه، لانه اذا ربحت وطلعت انا ماني على قد المسؤوليه، لا افضل اخسر من الاول. فكان التحدي كبير، ولسه عندي 4 سنين، ان شاء الله اقدر اقنع هالناس انه الصوت اجى بمحله وما يكون خزنهم. ان شاء الله. ان شاء الله. حنين، ايضا انت من الاشخاص اللي مثلوا لبنان بالخارج، ومؤخرا ايضا عرفنا انك كرمت بمصر، صحيح؟ مزبوط. خبرينا اكثر عن هالتكريم. التكريم هو
تبع عرب ساتلايت. نعم. عملت فيديو كليب اخذ لهلا صاروا 53 مليون فيوز وكرموني على اساس هذا الموضوع انه كان الكليب كثير ناجح وكثير شافوه العالم وهو له قيمه يعني. اسمه اريبيا لاي حدا بده يحضره. اريبيا حنين ببين. ايضا ربحت جائزه بمصر. هيدي هي الجائزه اللي عم تحكي عنها؟ مزبوط. او ايه اكيد. بس انا حقول انه افضل عازفه كمانجه بس ما بحب الألقاب. بس كان السبب الأساسي هو انك تربح هيك نوع من الجوائز او التكريم بشكل عام. قد ايه بيعطي اندفاع للفنان خاصة لما يكون التكريم او بيزعله بمكان معين لما يكون التكريم من خارج بلده؟ ايه اكيد عن جد هيك. انه الفيديو كليب يلي هون بدي ادفع عليه بدري قد ايه ليفوت على اي محطة. نعم. انا عم بتكرم عليه برا لانه فيديو كليب كثير كان له قيمة. فبتزعلي انه هون بدك تدفعي ليكون موجود هونيك عم تتكرمي لانك عملتي. نعم. فالموضوع اكيد بزعل. لبنان انت دائما داعم للفن اللبناني للموسيقيين اللبنانيين للمؤلفين اللبنانيين وبتقول انك دائما بتحرص على تقديمهم بحفلاتك بالخارج وتحديدا باوروبا لكسر الصوره النمطيه للاسف اللي عندهم اياها تجاهنا. يعني شو الفكره من الموضوع اكثر انك دائما تكون حامل هالحب الوطني هالموسيقيين ترفع من شانهم ايضا بالخارج؟ هل تضوي ايضا على مواهب يمكن بالنسبه للغرب ما بيعرفوا انها موجوده عندنا؟ ليكي اذا يعني باوروبا بالتحديد في صوره نمطيه عن لبنان عن كل الشرق الاوسط يمكن. نعم. انا حريص دائما بكل حفلات اللي بعملها بالخارج انه اقدم ولو مقطوعه من تاليف مؤلف لبناني. نعم. هلا يمكن حتى بلبنان ما بيعرفوا انه احنا عندنا مؤلفين بيكتبوا لاوركسترات يعني مؤلفين موسيقيين ماكنين جدا على مستوى كتير عالي. نعم. فمش بس لانه روح وطنيه لانه هول الفنانين اللي عم تقدم اعمالهم تستاهل انه تتقدم. ولازم من هالمنطلق لازم ندعمهم طبعا. سامي انت قلت انك او بالاحرى طلبت انك تكون عضو بلجنه التكنولوجيا بالمجلس. طلبت يعني بالتحديد انك تكون بهيدي. انا اكثر طلبت على لجنه اذا بدك اداره وعدل واشغال وبعدين فيك تختاري لجنه ثالثه. لجنه ثالثه صح. انا اخترت التكنولوجيا بالفعل لانه قريبه من الشباب. ايه اذا بدك نحن اليوم اكيد مع احترامي لكل النواب الموجودين نحن اكيد حنفهم بهالموضوع اكثر. فليش ما نعطي نحن التاتش تبعيتنا وخاصه اليوم اذا بدك كل البلاد صار في اي جوفرمنت وقصه نحن لهلا ما عندنا اياها يعني لازم شوي نتطور ونواكب كل شيء عم يصير حولنا لانه شوي سبقونا. برايك رح تتشكل الحكومه بسلاسه؟ سلاسة كيف يعني؟ بسرعة. بسرعة إن شاء الله. هيدول تعبير. بحاجة. بكرة رح تسمعون كتير. يعني لا أنا بتاخد أنا بقول لازم تتشكل بأسرع وقت ممكن أكيد لأنه الناس ناطرة منا نعمل شغل وبسرعة. إحنا ما فينا نعقد أي جلسة قبل ما تتشكل الحكومة. أول جلسة بتكون جلسة ثقة. فناطرين هالحكومة تتشكل بأسرع وقت ممكن. نحكي على كل حال بعدين عن هالطبخة السياسية بالمطبخ بعدين. سامي ولكن حنين كمان أيضا رح نسمع منك معزوفة. شو حتختاري لنا هالمرة؟ يا مسافر وحدك مع بنت الشلبية. يعني كنا عم نحكي عن العمل الأوركسترالي وعن المسارح وعن المهرجانات وكان في كتير مهرجانات بالعام 2017 وحضور لكم بالعام 2018 لبنان. هل رح تكونوا بمهرجانات بلبنان أو خارج أكيد لبنان؟ أكيد أنا حكون مشارك مع المخرج المسرحي والممثل جورج خباز ببعلبك. نعم. بالمسرحية العمل المسرحي الغنائي اللي حيقدمه. حلو. مع السيدة ماجدة الرومي بافتتاح مهرجانات الأرز. نعم. وختام اهدينيات مع سيناء أوركسترا بارت تور اللي عملناه سنة الماضية مع أوركسترا ضخمة ومع شاشة ضخمة موسيقى أفلام وعرض لمشاهد من الأفلام مع حبكة إخراجية كمان رائعة. على مستوى عالي يعني هيدا أكيد اللي عم تحكي. حتى جاي أوركسترا من أوروبا حنعلن عن اسمها قريبا. نعم. بعتقد حيكون من الأعمال الأقوى هالسنة بالصيفية. هيدا ب 25 آب حيكون إن شاء الله. ناطرين لكن كل هالأعمال. هلأ رح نستمع مشاهدينا لحنين ومن بعدها بناخد بريك علينا. خليكم معنا. Thank you.
لتبعد عني وتشغلني مشاهدينا متابعين معكم برنامج ليل وقمر. بدي ارجع ادعيكم انكم تتواصلوا معنا عبر تويتر @l_ليل وقمر وعبر هاشتاج @ليل_وقمر. متابعين ايضا مع ضيوفنا الليله النائب سامي فتفت، ايضا المايسترو لبنان بعلبكي وعازفه الكمان حنين. لبنان انت بيلقبوك او بيقولوا عنك ساحر العصا الصغيره، صح؟ استاذ محمد حجازي النائد الموسيقي هو اللي لقبك بهيدا اللقب، ومن وقتها درجة بوجه له تحية كبيرة لأنه كتير بحبه. بتقول أنه باخ هو جنتلمان الموسيقى، ليه مسميه هيك؟ ولما بدك تعمل تيست لحدا من الأشخاص اللي بتلتقى فيهم ما بتعطي إلا باخ، صح؟ أكيد جنتلمان الموسيقى، لأنه باخ حتى أعمق من هيك إذا بدك، باخ واضع الأسس الموسيقية اللي عايشين عليها نحن لهلأ. الأسس الموسيقية إذا بدك الهارموني اللي وضعه باخ ما كمل بس بالموسيقى الكلاسيكية، تطور لحد ما وصلنا للروك أند رول والروك والجاز، يعني فات بكل هيدي، هو نتيجة هذا التطور وصلنا لكل هيدي المعرفة الهارمونية. باخ كان الإنسان يمكن المؤلف الأول اللي حط هيدي الأسس بشكل واضح، أكيد مش لوحده، ما في ولا أي موسيقي بيخترع شغلة من عدم، كله بيكون متوارث وبيكمل. بس هو يمكن إذا بدك حتى موسيقته الأصفى والأنقى، يعني اللي ما بتلاقي فيها ثغرات. بعد شوي رح نكون كمان معك مع مجموعة من الأسئلة رح نطرحها عليك ضمن الفقرة اللي منقول عنها بالتيست، ولكن قبل بدي انتقل لنائب سامي واسألك شوي. حكينا بالتيست وبالسؤال اللي سألناك عن موضوع إعطاء المرأة الحق إنه تعطي الجنسية لأولادها، وقلت إنه نعم مع هيدا الموضوع، قديه رح تكون داعم لقضايا المرأة بشكل عام؟ كثير، نحن خاصة بالكتلة عندنا نحن بنمثل 50% من نساء مجلس النواب كتيار مستقبل، فبفتكر أعين حتكون علينا بهالملف بالذات. نعم. إذا بدك ست بهية أو حتى ديما أو حتى رولا فيتين فيها للآخر، يعني نحن بكل اجتماع كتلة يقولوا لنا نعم المرأة ومن خلص عرسنا وعين المرأة ما فينا نحكي معكم بقى، يعني آخر شيء نحن بنوصل لمحل نعم ما يصير في كوتا للمرأة، هيدي لازم نلغي قصة كوتا، لازم يكون في إنه بس أنت بتقول إنه كمان لازم يكون في كوتا شبابية. لا مش لا. نطلع من قصة كوتا، يعني منا لحالنا تكون المرأة لها دور مجلس، صح؟ بس هيدا مش برأيك بده شوية وقت لي ما في، أكيد بدها كتير يعني وقت، يعني بدنا نبلش تفعيل الكوتا بعدين تلقائيا، أكيد بس أكيد نحن كمان لازم كل حزب يفعلها من عنده تكلياتنا، آخر شيء نندمج سوا ويكون في دور للمرأة بالضبط، ما نتكل على حزب أو حزبين. تعرفي أنت اليوم المرأة نص المجتمع إذا ما أكثر، صح؟ المجتمع كلياته يعني، ف
لازم يكون لها دور اساسي. حنين قد ايه بيعني لك موضوع المراه وقد ايه بتحسي انه اليوم من خلال فنك او من خلال عزفك فيك تعملي امور؟ لانه اليوم الفن رساله وبنقدر نوجه كثير رسائل من خلال الفن. فكرت شي مره تشتغلي مع جمعيه مثلا عن هيدا الموضوع او انك تقدمي عمل فني بخصوص هيدا العنوان بالتحديد؟ تحديدا هيدا الموضوع لا مني شغلي بولا جمعيه، بس في شيء كثير من انا وصغيره كثير في مواضيع بتقهرني، انه المراه لازم تكون محصوره مهمتها بشغله او اثنين وبمحل لازم يوقف نجاحها وتوقف حياتها لانه الباقي بكفي الرجال، هي مش هيدي مسؤولياتها. فانا بعتبر بشغله ولا مره ما بقبل اعمل ساكريفايس تضحي انه مزبوط كرمال مثلا وقف شغله كرمال تكون ناجحه بعائلتي، لا نعم. بقدر اعمل عائله حلوه وضل عم اشتغل. بعتبر اي مره بتقدر تاخذ هيدا القرار وتكون شخص ناجح جوا وشخص ناجح برا. نعم. وفكره المشاركه كثير موضوع لازم يصير موجود باي عائله، انه الواجبات العائله مش بس واقفه على المره، واقفه على اثنين سوا. هذا الموضوع بيخلق على فكرة كتير توازن عند الأولاد بالعائلة. صحيح. جاهز لبنان لموضوع التيست؟ عندنا مجموعة من الأسئلة كمان معك 8 ثواني أنك تجاوب عليهم بشكل سريع. سؤال الأول، بشو بتوصف الفنانة ماجدة الرومي اللي بتعرفها واشتغلت معها كتير منيح وبتقول عنها أنها أختك الخامسة؟ أختي الخامسة. جاوبت عنها كل مرة ما كان لازم ساعدك. كيف بتوصف المستمع اللبناني بشكل عام؟ مستمع راقي. عبير نعمة أم هبة طواجي؟ عبير بحبها كتير، صديقتي من الجامعة، أكيد بقدر كتير شغل هبة طواجي وبحب كتير صوتها، بس عبير بحبها لأنه في صداقة بيناتنا. لكن عبير نعمة، هشك بشك والسيرك السياسي أعمال جريئة بتكررها أم أعمال عابرة ومرقت؟ لا أكيد بكررها. مين هو المايسترو اليوم بحياتك؟ المايسترو بحياتي في 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 كتار ممكن يكون عندهم دور المايسترو بحياتي. مين المايسترو اللي بينافسك؟ أكيد أنا، بس أوقف قدام حالي بالمراية للتواضع. فنان آخر سؤال، فنان لبناني بتعشق صوته، فنان شاب. فنان لبناني بعشق صوته ولازم جاوب بسرعة. هي صافي أكيد. فيروز تاني كمان. زمطت حالك. آخر تكة. لما حكيتك عن هشك بشك والسيرك السياسي، هولي أعمال نعم. يمكن ما كتير العالم معودين لها، ولكن ممكن تكرم، ممكن يكون في عمل قريبا بيشبه هالنوع من الأعمال. مفترض يكون فيه، انا بشجع انه حتى لو ما صار تعاون معي، بس انا بشجع لانه العمل هيدا كان ما يعني نسبه التقليد لفكره الاوبرا او غيره كانت كتير قليله، لانه كان عمل يعني الموسيقى طالعه من قلب شغلنا، من قلب موسيقتنا، نوعيه التوزيع اللي انكتبت نفس الشيء، النصوص اللي انحطت، الرقص، كل شيء كان ما في كان نية الإبهار. نعم. بس كان عمل حلو، يعني بحب دائما نشوف انه لانه هاي طريقنا نحن، هيك مفترض هويتنا نحن بالشرق الاوسط انه نروح بهذا الطريق اللي فيه شويه استقلاليه عن انه او غربي غربي او شرقي شرقي. نعم. فينا نكون جامعين فينا نكون، وهذا اللي انت بتدعي له على كل حال كثير، انه الدمج ما بين الشرقي والغربي بالموسيقى اللي بيعطي انطباع اجمل بكثير واحلى. على كل حال هالحضارات لما بتجتمع سوا ايضا بالموسيقى بتقدر تعمل فرق وبتعمل شيء كثير حلو كمان. سامي، قد ايه تغيرت حياتك اليوم بعد دخول عالم السياسه؟ هل بتحس انه يمكن ببعض الاماكن حريتك الشخصيه ما عادت مثل قبل، ما عاد فيك تتصرف مثل قبل ان كان بالمجتمع؟ اكيد بقى فيني اتصرف مثل قبل طبعا، لانه اليوم في الاعين عليك وانت تحاسبي على هاي الغلطه بتعمليها. هيدي كنا عاملين حسابها قبل يعني صراحه، بس يعني الواحد بده يضحي واليوم. نعم. بس كمان يعني الواحد اخر شيء بدي غلط، يعني كيف ما ابرم بدي غلط، بدي يكون انا، يعني انا ما بعرف ما اكون الا انا. كل انسان بيغلط، ما فيك تكون مثالي بالنهايه. ما فينا نكون مثاليين، بس طبعا بدنا قد ما فينا نراعي شعور الجميع وما نجرب ما نغلط كثير. شو الامور اللي بتختلف فيها عن والدك الاستاذ احمد فتفت؟
اذا بدك بمختص مختصر انا بسير اكثر مما هو بسير اكثر اعتدالا انا بسير اكثر يعني بقصد انه ببعض الاوقات ممكن ما يكون عندكم نفس الاراء ايه طبعا لا نحن كثير بنختلف بطريقه بيحترم انه عندك رايك الخاص دائما نحن بنعمل نقاش يعني بالبيت كنا وبيحترم كثير انه عندي راي خاص اصلا نحن ربينا ببيت كل واحد يفكر مثل ما بده وما بنفرض علينا شيء بحياتنا ان كان طريقه تفكير او حتى وجهه نظر سياسيه اذا شيء مش مقتنع فيه ما تعمله من الاساس يعني حنين كمان ايضا بعائلتكم في اخواتك او خياتك حدا ايضا بيعزف موسيقى او بحب الموسيقى بشكل عام اختي كانت تعزف قانون ووقفت لان الهندسه بتاخذ كثير وقت فاضطرت انها توقف بتالفي موسيقى ايضا يعني عندك هيدي الموهبه ولا فقط العزف بلا حاولت عملت تراك لألي مهضومة بس أكيد شيء كوميرشال سيمبل بس إنه الواحد يعني أكيد يبدأ من محل دائما شيء بيخدم شغلة بس مش مش أكيد بيخدم لبناني أوركسترا كنت دائما لبنان تستمع على الراديو أنت وصغير تستمع على البي بي سي لإذاعة مصر مونتي كارلو بعدك لليوم هيك تتذكر هالحنين بس تسمع أغنية مثلا بتذكرك بقعدة الراديو أيام الحرب في شيء حلو بهيدي الذكرى الوشة تبع الـ MW نعم بس يمرقوا بين المحطات كان في هي رنة الجرس تبع هيئة الإذاعة البريطانية كمان نعم ايه سبق وذكرنا بالبداية انك عندي على كل الأحوال بعدني عندي راديو مش قديم فعليا راديو سوني يعني حديث نسبيا بس بعد فل هيك لأنه في محطات ما بعرف نحن تقلب هالمحطات بلبنان تقلب بدك تسمع اغنيه ما عم تلاقي اغنيه يعني كله او انه قاعد بلط حكي او انه ما بعرف شو ما عم تقدر بهيدي المحطات بعدك مش بس قصه مستوى ايام انا بحب اسمع حتى في شيء ايه بس بدك انت عم تسوق تسمعي اغنيه مش كل نهار حكي سياسي وسياسي وسياسي وما بعرف شو في كتير عم يكون في حكي سياسي بالبلد ليلا نهارا نعم المحطات الاذاعيه تعبتونا هذا الماتيريال جد المحطات الاذاعيه لازم تحط اغاني لازم يعني صرنا من في انه بدنا نفيق حالنا 7 الصبح لنسمع فيروز وبدنا نقعد ننطر للساعة 1 بالليل يحطونا اغنيه لام كلثوم وبخلال النهار ما فينا ايه فهي المحطات بعدها بتحط شوية أغاني بعدها بتحط أغاني من اللي شوي هيك انفقدت ومش عمونه يعني أنا مش ما أنه بسمع الأغاني تبع 1903 يعني طبعا بس أنه بغني لعبد الحليم غني لجورج وسوف من الأشياء اللي كان يغنيها القديمة مثلا قليل ما عم تلاقي محطة إذاعية بتحط هالأغاني قليل جدا حنين في مشاريع للصيفية مشاركة بمهرجانات بلبنان أو خارج لبنان حفلات شو ولا أكيد شو بس أنا أغلبية شغلي سفر أكثر شيء تركيا ومصر وتونس ولا وكمان هالصيفية رح تكوني خارج لبنان في كتير عندي أشياء خارج لبنان في كم شغلة بلبنان بدي بليز ادعيك كمان ترجعي تنضمي للفرقة بهالوقت بدي اسأل نائب سامي فتفت عن اختصاصك انت درست الاقتصاد بباريس صح وقديش اليوم رح يفيدك اختصاصك بانك يمكن تفعل بعض الامور الاقتصادية او المشاريع الانمائية بالبلد واللي انت عم تطمح لليوم هلا اول شيء دراستي انا بعتبر انه اول شيء تعطيكي اوفر فيو على كل شيء عم يصير بالبلد انا درست ايكونومي اقتصاد نعم اقتصاد والاقتصاد ما بيفوت بالتفاصيل بيعطيكي فكره كثير كبيره عن كل شيء عم يصير واذا بدك تيوري اكثر من انه ميكرو فكثير منيحه هيدي للعمل السياسي لانه انت بالسياسي عم تشوفي على البيك بيكتشر من برا على الصوره الكبيره فحتساعد كثير اكيد نفهم اكثر بس هل فيني غير بحكم انا شو دارس انا برايي اللي شو ما كنت دارسه اذا بتشتغلي من قلبك على حيالله ملف وبصدق لو دارسه شو ما كان مصر. فيك تنجحي بالملف طبعا رح كمان نستمع مرة جديدة لحنين مشاهدينا قبل ما ندخل على بريك علينا ونرجع نتابع حلقتنا لليلة
بعد السنة
عودة لكم مشاهدينا متابعين معكم برنامج ليل وقمر، وصار وقت انه ننتقل لمطبخ تلفزيون لبنان مع شيف نادين اسيس. بونسوار شيف نادين. بونسوار لنا، كيفك اليوم؟ منيحه الحمد لله، واهلا وسهلا بضيوفنا. ليك جاهزين واقفين وناطرين ناطرين الشغل. لبنان فرجينا كمان جاهز جاهز كله تمام، مع انه اكثر حدا كان مجهز حاله عم يسحب السكين. وطبختنا الليله بتحمل جزء من اسم لبنان اللي هي ليالي لبنان، في طبخه بهالاسم. ايه هي مش طبخه، هي فعليا نوع من الحلويات. حلو. بقلبه القشطة، يعني الباستا بقوله اذا بديك القشطة. رح نعمل نحن هلا حليب وسميد، رح نحطهم على النار وهلا بنقول قد ايه حطينا الكوانتيتي. رح نعمل قطر كمان على جنب، اللي هو نحن فينا نحط مع قطر وفينا كمان نحليها بالعسل. اوكي، فجبت عسل ورح نحضر القطر كمان على جنب. فهلا ضيوفنا هن اللي رح يحضروا، انا ما رح اشتغل شيء. سامي شو رح يعمل؟ اوكي، بس خليني احكي شوي شو هون شو حاطين. فاذا انا هون حاطه كبيتين ونص حليب، لهول الكبيتين ونص حليب بدكم تزيدوا السميد اللي هو كناية عن نص كبية سميد ونص كبية سكر، بدهم ينضافوا كلهم فوق بعضهم ويتحركوا. هول لما السميد ينحط مع الحليب بس يبلش بالغليان، ساعتها بتشد بتصير مثل المهلبية، بتشبه شوي المهلبية. بنرجع منضيف لها مورد وما زهر. اوكي، هيدا اول ستيب. ثاني ستيب اللي هي القطر. لما نقول قطر يعني احنا عم نحكي عن كمية السكر نصها مي، كبيتين سكر كباية مي. هلا انا مهينا الموضوع كثير عليكم، ما قلت لكم انتم حسبون، خلص حطيتهم انتم بس بتحركوا. كمان بنزيد لهم زهر وموارد وعصره حامض تما يسكر القطر. باقي ما تبقى في عنا الموز والقشطه اللي بدنا نزين فيهم والفستق حلبي. اوكي، فاذا هلا انا رح اقول لكم ما ليه بنكتوا ابدا، حسيت انا عاملين انه شو عم حنين. هلا انت هون على القطر، اوكي هيدي مهمتك. ليه حطيتك شيء سهل؟ ايه فيري ايزي. بتعطي لي سكر؟ اوكي، بس حتى يدوب السكر بطل شايفه شيء ابيض نهائيا، يعني يصير ترانسبيرنت مثل المي. اوكي، فاذا كبيتين سكر كبيه مي هون. ساعدت النايمة. اوكي، بدك تضيف السميد والسكر على هذا المزيج. هلا بس يبلشوا يشدوا. ايه تقول لي شو يعني يشدوا؟ هلا بتشوف شو يعني. انت بتشوفها هون ليك. هلا هون نحن عنا حليب. اوكي، ليك شو مي، كثير مي. هلا بس تضيف لهم السميد والسكر. ايه بصير مزبوط، بلش تشد بصير مثل المهلبية. لازم تكون شاطر بالنار. ايه في نار، انا دورت النار. اوكي، وهلا بنحط عيني عليك. هلا بلش بتقطيع الموز، بدك تعملهم روندال بس مش روندال جلسه، ورب. اوكي، لانه شفتك انا سحبت السكين قبل شوي، قلت انا حابب يعني زارين هذا صغير بدك اكبر. ناوي علي على الموز هيدا. يلا ماشي الحال. ماشي الحال. سامي انت كنت خارج لبنان كنت تطبخ لما كنت عايش لحالك برا؟ كنت اطبخ بس انه البيسك ستاف، باستا. باستا؟ طيب ماشي الحال، كثير منيح الباستا. شوية مقالي. عن جد يعني هدول القصص الهينة اللي فينا نعملها يعني. عن جد لما الواحد يعيش بالغربة بيضطر انه يطبخ لحاله يعني. 100%. أنا بس عم شيل القشر، شايف نادين عم يعمل شيء غلط؟ لا مش كثير سافا. اوكي. هيك بصير اهون لك انت يعني. اوكي، شي مره لبنان انت طبخت؟ انت عندك بنت صح؟ عندك بنت صغيره، طبخت لك شي مره شي طبخه طيبه؟ مش مره كثير، انا بطبخ كثير يعني. انا اغلبيه الاكل اللي باكله انا بحضره. هواية الطبخ لانه بحب يعني، بجيب كتب طبخ وبقرا وبعمل وبجرب يعني. اصحابي بيعرفوا عني هذه الهواية الطبخ. بس نقطع السكينة من هنا. اوكي، نجرب قبل كده ما نقرب اصبعنا لهون. اوكي حاضر، للسلامة فقط. مصر احملها بالقلب انا. شدوا شدوا شدوا. شو هذا؟ كنا عم نحكي قبل عن طب كنا عم نحكي هونيك عن الطبخة، الطبخة السياسية وهلا شو حيصير يعني. هيك لوين توصلنا اليوم؟ او شو ابرز الاسماء اللي ممكن عم تنحكى تحت الطاوله؟ اسماء؟ ما بعرف اسماء صراحه. ما في شيء هلا بفتكر واضح كثير، بس في انه يعني هالعقدتين اللي عم ينحكى فيهم اكثر شيء على التلفزيون لازم ينحلوا. العقده الاساسيه هي اليوم العقده قوات وطير وطن الحر. نعم، هذه لازم تنحل باسرع وقت ممكن، وانا برايي بس نتخطى هالعقده ما بيعود في شيء صعب. بس تتشكل الحكومه بسرعه صح؟ ايه مهم يكون في اتفاق 100%.
اوكي شو عم بيصير هون؟ صوت السكين خايفين علي من السكين لا لا قال لي انه كان يطبخ اي اوكي يعني اوريدي عنده خبره يلا انا حقرب لك الكاسات حنينشل هذا عندي؟ أنا خلص مشي حالي ايه أنا كمان ايه بس بعدهم السكر عمي كريستال بعد في أبيض حنين كنت حسيتك خايفة شوي من هالتجربة يعني ما كتير فايتة على المطابخ صح؟ ولا بتطبخ؟ لا كتير بحب الطبخ بطبخ أكل طيب عندي ما عندي تجربة بال ما يطلع لنا بالشو بيسموه الانترفيوز بس شوف كمان ببطل أعرف أعمل شي بالحياة بس بالطبخ تطبخي طبقات يعني مهمة؟ ايه ملوخية لا القصص بخير كل شيء ايطاليان اي شيء برافو حب حاسه هلا بضعف ما تقولي مش شاطره بالطبخ انت لا ولا كثير شاطره بس انا مش نادين عم اقول حسيت انا انك بتحبي الطبخ على فكره بحفظ الرقم بيقولوا اكثر العظماء بالعالم اغلبهم كانوا طباخين شاطرين سياسية اغلبهم فلازم تصير تعرفي ما حاطلع عظيم هلا لازم تعز في شغله كثير مهمه كمان انه من المواهب اللي عندك اياها كمان كمان انه صوتك حلو بس لا بلا صوتك شوي حلو بس ما بتحب انك تغني صح لك. اوكي صح اعترفت لا اخطئ بمعلوماتي ليش شو السبب عن جد يعني انت لما بدك تطرب بتقدر تطرب بس انت ما بدك مزبوط بس ما هو بس واحد يغني بالعلن بس يعمل اي شيء بالعلن بصير عم يطرح حاله كانه هو فنان او فنان او يعني. يعني اذا انا عامل برنامج طبخ خليهم بعد ما خلصت اذا عامل برنامج طبخ بطرح حالي كطباخ بسيط فاذا بدي غني لا يعني بغني انا وقاعد مع اصحابي وهيك بس انا شغلتي اللي انا بفهم فيها وبعملها عن جد بحقيقه بعملها بالعلن فهيدا هي البس النيونس الصغيره اللي بنتبه عليها سامي انت بتحب الحيوانات كثير ممكن كمان عندك كلبين بالبيت صح يعني بتعرف بنحكي كثير بحقوق الحيوان بلبنان وفي بعض الناس اللي يمكن بيضحكوا على هالموضوع بيقولوا ايه شو بالكم بعد نحن حقوقنا مش بس انه فعلا يعني هيدا شيء معهم حق ما معهم حق لا انا ضدهم اكيد انا مع حقوق ايه اكيد تصير في تطبيق لحقوق الحيوان بلبنان برايك اليوم كشباب ممكن هيك كمان موضوع ينطرح ولو كان بالنسبه للبعض بايخ لا طبعا اكيد نحن اكيد ضد اي تعنيف ضد اي كائن اي كان يعني مش حيوان انسان مين ما كان يكون ما لازم يعني شنو هالكلاب اللي عندك اياهم انا شفتهم كثير شرسين صراحه كاني كورسو اسمهم كثير بحبهم هول على فكره مش من زمان كثير كثير عن جد كثير حلو هيدي انا باكلها ما طلعت حلوه شكلها لا صراحه مميز كثير هيدا شرحها شدوا؟ شدوا انا خلص اوكي بعدين برايين بعد شوي صغيره بتفهم اوكي لحظه حنين بدك تحطي بعد عصره حامض تما يسكر القطر اوكي؟ اورايت هول هنا وطفي تحته شو بدك قلي ملعقة؟ بدي ما لحط قشطة يلا هيدا ملعقة صغيرة اوكي هلا القشطة بدها تجي هون بالنص اوكي اوكي بنرجع بنحط فستق حلبة وباقي الاشياء ساعدت لنا بدك تحط لي القشطة هون عندك هي قشطة؟ ايه انت لبنان مش مكتفي بس بعود واحد بالبيت في ثلاثة صح؟ هلا في ثلاثة بندن عليهم هلا في ثلاثة كان عندي مجموعة أكبر بس اللي بقيوا بس نقلت على هيدا البيت بعد عندي عندي ببخرس بعد عودين إيه أنا بالإجمال الآلات بحبها يعني عندي ثلاث كمانجات هون عندي ثلاث عواد وبيانو بس العود أكتر شيء بيضل حاضر لأنه قريب دغري بيجوا الشبيبة نشيل العود ونبلش ندق ونغني إيه كثير حديث جنبية هونك بدي أعرف عم بيزامروا يمكن قال لي ما بتخيل حالي بس حلوة هلا إذا بس ترجع على البيت رح يصير في طلبات كل أسبوع أنك تحضر شيء أنت شو بدك تعمل إيه خلص من بعد ما تدربت تحت إيد شيف ندى هلا أول شغلة إيه حنين انا عرفت انه انت بتحب المطبخ كثير صح يعني انا استغربت اول ضيفه تطبخ ملوخيه ايه انه اول ضيفه بتجي لعنا وبتقلي انا اصحاب انا والمطبخ يعني هيدي بس ما بعرف اذا اصحاب هي والحلو يعني واضح انه حنين من الناس اللي بيعملوا رياضه اللي محافظين على جسمهم اذا يعني ابدا ما بتكلي حلو
لا كثير بس كثير باكل الفواكه زهر الليمون فواكه منيحه هلا طبيعي كثير باكل فواكه بس ما باكل حلو هيك انا حاطه هول هيك هلا بدي ملعقه صغيره هيك برافو بشكل انه العسل كيف الكوكتيل لما تشرب الكوكتيل نفسه في ملعقه اي في ملعقه يلا بعد هي بجرون هون بدهم يدوقوا كمان ليك هون الصغار هيدا لازم تلقطيها بالشي يا ببالي هلا اسالني صرت بتعرف تلفن للشيف انطوان دغري وين حطيت ال هلا احنا فينا ننطر بعد عليهم بس ساعات النية بزهق طبعا هيدا فوتا هي اسوء شيء بالطبخ لا هلا هو مستعجل ليدوق ايه انا جعت 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 يلا حنين بلشت تسكب حضرناهم على الهواء ما هيطلع معها صح قد ايه بدهم شيف نادين وقت دغري بالبراد وبعدين بصير فينا ما لي انا حضرت رنا تحت الهواء لانه هالقشطه هيدي قشطه مزبوطه وطبيعيه فاذا حطيناها دغري على السخن معرضه كثير انه تنضرب اكيد فمشان هيك المفروض ننطر حتى تبرد اللي حضرناها على النار وبعدين بنزين مثل ما الشباب عم يعملوا اوكي ما بدها كثير وقت ابدا وبدنا ننتبه لشغله انه نحط الموز بالمرحله الاخيره حتى ما يسود اوكي ايوه حنين جبيته بس اسمع لي بعطيك كلينكس بس كله بالمطبخ بدك تساعدك بشيف ولا عندنا شفيه جد بيت طرابلس بيخلقوا بالجينات ايه كنت عم بتقول له انه هنيك منبع الحلو يعني شو اكثر حلو بتحبوه خليني اشيلكم انا بحب الكنافه الكنافه ايه اصلا ما بيقول الا كنافه الطرابلسيه كنافه بقشطه ايه بقشطه ايه كنافه بقشطه طيبه كثير انا مش لاقيتها لازم انا بحس انه الكنافه اوريدي ثقيله يعني كيف لا هي خفيفه تتاكل بلا هاي الكعكه ايه يعني بالصحن دغري بس زينه فيك ايه هيك بايدك تشيل حبه حبه يعني ما تكتر كثير لانه كترته بتمرمر كمان اوكي فهي بس عمليه زينه كل حلو بشيل هيدا بشيل زهر الليمون بحسه زينه منه ايه هلا هو مش كثير مزبوط معك طيب ماله معنا هو بس زينه جد زينه يعني شفته هيك بنكون بس حتى يشوفوا المشاهدين انه نوادنا كمان بالمطبخ شاطرين فينا نجيب ملاقع شفنا دين لينا يدقون على الهواء تنشوف يلا بس ليخلص يلا هي تبعيتي بعد وحده بس يلا هون الملاعق هون هلا برهن نائب سامي انه شاطر بالمطبخ بدنا نشوف هلا الشطاره بكره بمجلس الطبخ السياسي بالتشريع بصون القوانين اذا اليوم بدك تختار موضوع واحد يمكن تبلش دغري العمل عليه او بتعتبره هو الاساسي شو بتختار لا. مش اساسي مش اساسي مش اساسي اول شيء بيختار فيه انه اكيد في اليوم يلي هو عجقه السير والببليك ترانسبورتيشن ما لحقنا بعد نحكي فيها بس كمان ايه ضروري يمكن ذكرتها بشكل ضروري سريع ضروري انه اليوم تطلعي انت اذا بدك اوتوستراد شمال بيروت او حتى جنوب بيروت بكل سياره في شخص او شخصين سقفه يعني لازم يكون في ببليك ترانسبورتيشن لايق لانه هو فيه بس مش نقل كل عام الناس يعني بترتاح تطلع يعني مريح مريح وانه بيعرف انه الشخص انه بيطلع مرتاح فيه وبيصل على الوقت على اللي يعني في الصبح الساعه 6 يروح على شغله وبيطلع بشيء مرتاح فيه احسن ما يوصل على شغله ونخفف عجقه السير ونخفف التلوث حكيت كثير كمان دير. عن السياحه حكيت عن دمج القطاع الخاص مع القطاع العام مية يعني هدول كثير هيك امور ركزت عليهم حبيت هيك اذكرهم بشكل سريع لبنان كمان في اي شيء عم يتحضر حاليا غير اللي ذكرتهم بالمهرجانات بركي سي دي أنا الجمعة الماضية نهار الجمعة اللي مساء الجمعة اللي مرق كان عندي آخر كونسرت بهذا السيزن مع الأوركسترا هلأ لا عم نحضر بس للفستيفالات لأنه في حيكون مضغوطين يعني وراء بعض آخر الشهر رايحين على المغرب مع كمان مع سيدي مجد الرومي فصيفية عم تجي مثل الشتوية يعني كموسم كلها دائما في تحضير لاشياء جاي قريبه الاوركسترا دائما بتكون كل جمعه أكيد بتكون في عندها اكيد الاوركسترا من اول اكتوبر لاخر جون من اول تشرين لاخر حزيران حفلات تشبه اسبوعيه صح مش حنأخركم بقى صار فينا ندوق شفنا دين اوكي تفضل
ثلاث شهور. ليش خايفين؟ أنا اشتغلوا فيه ما بعرف ليه. ما تخافوا. مين المسؤول عن تقطيع الموز لبنان؟ أنا. انت بدك تحكي لنا العلامات على التحضير على الديزاين قديش تعطيهم؟ لا الشباب عن جد طيب هون احنا جانا لا اكيد طيب العسل طبيعي 100% انا بامل حلو عن جد كثير طيبين يعني حنين كمان يمكن حكينا شوي اخذ وقتك هيك على رواقه بالمطبخ بناكل وبنحكي عادي حكينا عن المشاريع اللي يمكن عم تقومي فيها فكرت شي مره انك كمان بركي تعملي سي دي قريبا او تجمعي اعمالك كلها بهيك عمل سي دي مزبوط بدي اعمل تراك صار اوريدي على الطريق مفترض بعد شي 5 أشهر لازم يكون خلص الالبوم مع تصوير فيديو كليب لألون؟ طبعا لأنه بتعرفي عم نشوف صارت يعني مربوطة الخبرية إنه قد ما هي مضبوط أوديتيف فيديو قد ايه موجود اليوم على السوشيال ميديا وقديش عم بتحس إنه في متابعة من قبل الناس قد ايه عم بتحس كمان في تشجيع من قبل الناس على لإلك يعني كمان أنت على انستغرام موجود على تويتر إذا ماني غلطانة على تويتر لا في ثغرة لازم نشوف حالنا بتويتر شوي هلا فيسبوك بيج فيسبوك وانستغرام أكثر شيء وكمان بتستعمل اكثر شيء السوشيال ميديا لبنان من اجل تسويق لاعمالك هيك قلت باحدى المقابلات الاذاعيه اكثر من انه ايه منه مش للحياه الشخصيه بس تصور الاوركيدي مثلا وتنزل لصورتها صح نزل ستوريز من ستوريز هذا انه انا عم اشرب قهوه هيك بس ما يعني السوشيال ميديا عندي مش للحياه الشخصيه بس انه منه بعيد عن حياتي الشخصيه لانه انا يعني حتى وقت اللي بصور من الحفلات او هيك مش انه ما بصور حالي بنجومية يعني بصور الاشياء اللي بنكون عم نعملها مع الموسيقيه مع البروفات لهيك ف انه ايه يعني هن اغلبيه الموجودين عندي اصدقاء يعني ما عندي على كل حال عندك تواضع كثير كبير فعلا يعني عن جد لو يمكن شخص ثاني بالاهميه اللي انت عم تشتغلها وعم تعملها كان عم يحكي عن حاله بظن هلا كان عم يحكي بشكل اوسع بس انت تواضعك كثير كبير وعلى كل حال هيدا كمان عنصر نجاح للفنان نائب سامي فتفت كمان بدنا نتمنى لك كل النجاح املنا كثير كبير فيك وبكل الاشخاص الشباب الموجودين بالبرلمان اللبناني اليوم ايضا حنين موهبه رائعه جدا شكل وحضور كمان بنتمنى لك كل التوفيق شفنا دين ثانك يو الليله على الطبخه بدي اشكر ايضا لكم كمان اكيد بدي اشكر ايضا كل المشاهدين اللي تابعونا الليله واللي تابعونا بكل شهر رمضان المبارك ايضا رح نكون معكم بكره ان الله رد بحلقه جديده من هلا لوقتها الى اللقاء